بالسبعينات والثمانينات يعني مع اندلاع الحرب بلبنان، الحرب الأهلية، كان لك دور فاعل جدا، يعني أسست جمعية أو منظمة هي نيو ليبانون، كنت نادي كان يضم الشباب ويعني يلهيهم بشيء غير الحرب بالفن طبعا. اليوم بظل الأوضاع اللي تمر بها لبنان اليوم، هل فكرت بالهجرة مثلا؟ لا لا أبدا، لأنه بعده دوري ماشي أنا. يعني أنا وقت عملت النيو ليبانون عملته بهدف لا سياسة ولا طائفية. كنت مؤمن بلبنان القوي يلي مفروض كلهم يكونوا موحدين، يحترموا لأنهم كلهم سوا، يكون في خيمة للقانون. بس الدولة أغلقت هذا النادي، يعني أمرت مش الدولة، الأحزاب ما عجبهم، لأنه صار يعد بظرف 3 سنين 14,000 شاب وبنت، وكان نعمل نشاطات رياضية، فوليبول، كرة مضرب، باسكتبول، فوتبول، نعمل جوقة كوراليت، 9 فروع. خافوا منه، قالوا هذا مش عم بيعمل، ممكن يكون شيء كيان أكبر يعني. لأنه بيتناقض مع أهدافهم، لأنه عن طول حرب أهلية كان هدفها تقسيم لبنان، يعني يشرزموا لبنان تيضعفوه. أنا كان هدفي أنه وحد لبنان بالفن والرياضة، نجحت لدرجة معينة. يذكروني بناس عندنا همين. نعم يذكروني بناس عندنا همين. طيب أستاذ سامي، دعمت الثورة اللي صارت بلبنان؟ ايه طبعا. كان شعارك كلهم يعني كلهم او عندك استثناءات؟ دعمت اهدافها ودعمت تنظيمها، لانه انا ماني ضد الاشخاص، مش الاشخاص يلي هن بس الفاسدين، البلد كلهم مثل ما هو بده اعادة تأهيل، بده تنظيم جديد، نظام الدولة. ايه بعدين انا ما بسميه نظام، لانه كلمة نظام بتفوت سياسي اكتر، انا ما بحب السياسي. نعم انا عملت نادي اسمه النيو ليبانون، النيو ليبانون احكينا فيه، وعلمت النشيد الوطني اللبناني، ما كان حدا يعرفه، بالمدارس، بالجامعات، بالشارع، بالتلفزيون لبنان، تلفزيون دولي، مشان خلي الناس كانوا يقولوا كلنا للوطن. بقى لما تيجي بتعمل انت انتفاضه او ثوره، ما بعرف شو بتحب تسميها، بدك تبعها تشوف أبعادها، تشوف الناس اللي وراها مين في جواتها. أنا أول كم يوم انبسطت، بعدين بلشت الهيدي تخف، تحبط، لأنه شفت ناس بعرفهم استغلوها، بس ما بيمنع، ما بيمنع أنه البذرة زرعت بالبلد، يعني صار في وعي، شرارة، شرارة، برافو عليك، صار في وعي، صار في ناس بيعرفوا شو معناتها وطن، يعني كيف يعيشوا مع، كيف بده يعيشوا بهالوطن، ومع بعض بيقدروا يعيشوا مع بعض من دون ما يقتلوا بعضهم.